دكتورة حكيمة الحطري أستاذة التعليم العالي بكلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إذن المهام الوظيفية داخل الجامعة وداخل الكلية هي رئيسة شعبة الفقه والتشريع والفروع المرتبطة بهما، ومنسقة ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية، ومديرة مختبر الشريعة والقانون والمجتمع. و مديره تكوين دكتوراة حقوق الانسان في الشريعه والقانون بالاضافه الى عضو عضويات في اللجنه العلميه وفي يعني في مجلس الكليه ايضا واصلت كليه الشريعه مسار تاييد العنصر النسوي في بناء صرح الامم والمجتمعات من الجانب الجوانب العلميه والبحثيه والتربويه ومن بين يعني المكتسبات التي اصبحنا نفتخر بها كون ان المراه الان حازت على منصب رئاسه الشعب هذه الرئاسه التي كانت في ماذا يعني يتكلف بها اخواننا الرجال من الاساتذه الاعزاء الذين توالوا على هذه الشعبه ونغتنم الفرصه لنشكرهم على كل مجهوداتهم، كل من مر على هذه الشعبه اذكر منهم الاستاذ الفاضل الدكتور عبد السلام الزياني ثم سلفي الاستاذ الفاضل الدكتور عبد الله غازوي. واني اغتنم الفرصه لاواصل معهم سلسله الجهود المبذولة للرفع من مستوى البيداغوجي والتربوي والعلمي في هذه المؤسسة العتيدة. في حقيقة الامر هذا السؤال سؤال وجيه لان من من المسائل التي يعني اثارت في الكثير من الحماس والكثير من الطمأنينة انني حينما يعني فتحت التسجيلات يعني لتجديد الهياكل الجامعيه منها الشعب منها المجالس الكليه ومجالس الجامعات فالحقيقه الامر ان الدعوه كانت من زملائي هم من اتصلوا بي وقالوا لي ان الاوان لان تسير هذه الشعبة امراه وامراه يعني هذا حسن ظن ظنهم في واشكرهم شكرا جزيلا. و يعني التماس او مطالبه او مثلا رغبه زملائي الاساتذه خصوصا من الرجال ان اتولى هذه الشعبه وهي اول مره في تاريخ هذه الكليه تتولى امراه تسيير الشعبة فمن محاسن الصدف ومن محاسن الثقه التي وضعها في زملائي واني اجدد شكري لهم على هذه الثقه الغاليه هو انني تقدمت لهذه الشعبه يعني باسم وحيد وبتوافق الجميع وباتفاق الجميع، فلم يكن يعني هذا المنصب الذي هو دائما ينزل للانتخابات فينتخب استاذ او استاذه، يعني يترشح استاذ او استاذان او ثلاثه اساتذه ليرسوا يعني الاختيار على الاستاذ الذي نال اكثر يعني عدد من الاصوات، لكن من محاسن الصدف ومن ما يعني يحيل على التفكير الإيجابي الذي أصبح عليه الرجال والنساء في هذه المؤسسة التي هي تؤكد من جميع تكويناتها ومن خلال جميع ما تلقنه أن العلاقة بين الرجال والنساء علاقة سوية يجلسون في صفوف متقابلة محترمون في هذا الجانب كون أن كلية الشريعة هي التي تنطلق من المنهج الإسلامي في تكريم المرأة وفي تقديرها وفي توبوئها مكانة اللائقة بها وهذا ما عبر عنه زملائي الأساتذة وطبعا وزميلاتي الأستاذات مشكورين جميعا على هذا حسن الظن، طبعاً شعبة آه هذه الشعبة في الكلية فيها شعبتان وهذه تسمى شعبة الفقه والتشريع الفروع المرتبطه بهما فهي تضم كل ما لها علاقه بالجوانب الفقهيه وبالجوانب القانونيه بالاضافه الى بعض الجوانب التقنيه مثل المعلوميات ومثل بعض التخصصات الاجتماعيه من المفروض ان تكون يعني فيها بعض التخصصات الاقتصاديه الخاصه بالجوانب الاقتصاديه وهذا ما سنسعى الى تحقيقه في مستقبل الايام ان شاء الله حيث سنحرص على ادماج مجموعه من التخصصات التي لها علاقه بالمجتمع المغربي وفي اطار انفتاح الجامعه على محيطها الحمد لله انني اشكر انني يعني ركمت يعني تجربه يعني متواضعه يعني يعني الجهود ترجع طبعا ليس لي وحدي فقط وانما نحن دائما نشتغل بروح الفريق بروح الجماعه فالشعبه تحتوي على مجموعة من الكفاءات من الأساتذة الذين يبذلون أقصى الجهود لإبراز هذه الشعبة يعني في مستوى عالٍ وفي مستوى التحدي الذي له علاقة ببناء المجتمع وبناء أبناء الوطن في هذا فالتقدير كل التقدير لهؤلاء الأساتذة والأستاذات الذين يبذلون جهود متواصلة وكذلك نشير إلى أن هذه الشعبة إن شاء الله في مستقبل الأيام ستحرز ستحرص جدا على يعني دعم التكوين العالي في على مستوى الماستر فهي تعتزم أن تقدم تصورات جديدة لمسترات جديدة إن شاء الله واعدة تعين على تكوين جدي ورصين بالنسبة لطلبتنا ونحن إن شاء الله كفريق وكمجموعة منسجمة يعني متناغمة الدليل على ذلك أن الشعبة حينما تقدمت إليها تقدمت لها برغبة من زملائي وبتشجيعهم أشكرهم مرة أخرى وبالتالي فلدينا برنامج محكم سنحاول يعني بسطه سنشتغل عليه وتنفيذه في هذه الثلاث سنوات القادمة إن شاء الله تعالى بالنسبة للمرأة أنا يعني لا أخفي عليكم أمرا فلكي تصل المرأة إلى تقدير الى الى تقليد مناصب والمسؤوليه مناصب المسؤوليه ومناصب القرار على جميع المستويات كما اشرت وخاصه على المستويات الجامعيه لا بد من بذل الجهود لا بد من بذل الجهود العلميه لا بد من الانفتاح من المشاركات من الاصدارات من ابراز جهود المراه المعرفيه والعلميه والبحثيه وان تكون مشاركه وحاضره في المحافل الوطنيه وفي المحافل الدوليه انا اعلم بان الكثير من الكفاءات الرجاليه ربما قد لا تبذل هذه المجهودات وتصل لكن المراه امامها تحديات وانا اتحدث عن تجربه لسنوات عديده يعني هناك مسار علمي مضني حاولت من خلاله ان اسهم يعني بقدر الامكان في بناء الصرح العلمي والمعرفي والبحثي واظن انه من يشتغل يعني ويشتغل يشتغل بروح الفريق بالدرجة الأولى لا بد من أن يصل ووصيتي لأخواتي لا بد من بذل الجهد لا بد من الصبر لا بد من الإبداع لا بد من مواجهة التحدي لأن الرجل والمرأة في في بلدنا المغرب لهم نفس الحقوق ضمنها القانون وضمنها الدستور وما يفتئ صاحب الجلالة نصره الله يدافع عنها ولعل أن مكانة المرأة تبوأت في عهد صاحب الجلالة نصره الله وأيده قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا